لما أشيع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل بدأ الاضطراب في صفوف المسلمين، واهتز بعض المسلمين واضطرب، وربما بعضهم قال: ماذا أفعل بعد أن قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينما أصحاب الإيمان القوي قال بعضهم، وكان بعيدا عن الرسول عندما أشيع هذا الخبر، قال: سأقاتل على ما قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض المسلمين أصيب بالاضطراب وبالخوف وبالفزع عندما أشيع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ايه الهدف اللي بتهدف اليه هذه الآية الكريمة؟ ايه المقصد الاساسي اللي بتقصد اليه الآية الكريمة؟ ايه المقصد الاساسي؟ المقصد الاساسي ان تقول الآية الكريمة للمسلمين: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض، على سبيل الفرض، قد قتل، فإن دعوته لم تمت. إذا كان هو قد مات فإن دعوته إلى وحدانية الله لم تمت. واضح هذا الكلام؟ يبقى ايه الهدف الاساسي من هذه الآية؟ الهدف الاساسي كأن الله تعالى يقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجزعون؟ كيف تجزعون؟ كيف تتزلزلون؟ كيف تضطربون؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، وهو لم يمت ولكن على سبيل الفرض قد مات، فإن دعوته لن تموت، دعوته لن تموت. هذا هو الهدف. فإذا الآية تقرر حقيقة أن كل مخلوق سواء أكان نبيا أو غير نبي لا بد له من من نهاية ينتهي عندها. وإحنا خطبة الجمعة النهاردة كلها عن عن الموت. وقلنا بأن عندما يذكر القرآن الناس بالموت ليس معناه أن يقول لهم اذهبوا في الدنيا واتركوا العمل واتركوا كذا واتركوا الزراعة واتركوا الصناعة ولا تعمروا الأرض، لا، ده عندما يذكر القرآن الناس بالموت يريد أن يقول لهم: عمروا دنياكم عمروا دنياكم بالإيمان الصادق، عمروا دنياكم بالعمل الصالح، عمروا دنياكم بالجهاد، عمروا دنياكم بالقول الطيب، عمروا دنياكم بالسلوك الحميد، عمروا دنياكم بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، عمروا دنياكم بأداء واجباتكم، بأداء ما يجب عليكم نحو خالقكم، وبأداء ما يجب عليكم نحو أنفسكم، وبأداء ما يجب عليكم نحو أولادكم، وبأداء ما يجب عليكم نحو آبائكم وأمهاتكم، وبأداء ما يجب عليكم نحو أقاربكم، وبأداء ما يجب عليكم نحو أمتكم، نحو الأمة التي تعيشون فيها. عمروا دنياكم
لأنكم إذا عمرتم دنياكم بأداء الواجب فإن الملائكة تستقبلكم أحسن إيه؟ استقبال، وتعيشون الحياة الطيبة، تعيشون الحياة إيه؟ الطيبة، كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو إيه؟ مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا المقصود. ليس معنى التذكير بالموت أن أقول لك أو أن يقول لك غيري: اجلس في بيتك ونم واطلب الحسنات من الناس. لا لا، عندما أذكرك بالموت لكي تعمل، لكي تعمل العمل الصالح اللي ينفعك عند إيه؟ عند حضور الأجل، ينفعك عندما تنام في آخر النهار وتجد نفسك أديت واجبك مع خالقك بأن أديت الصلاة وأديت الفضائل وأديت واجبك مع نفسك وأديت واجبك مع أسرتك وأديت واجبك مع جارك وأديت واجبك، وكنت فردا تبني ولا إيه؟ تهدم، تعمر ولا تخرب، تصلح ولا تفسد. عندما تكون هكذا، هذه هي الحياة الطيبة. الحياة الطيبة أن تشعر في آخر يومك بأن يومك قد انتهى وأنت قد أديت ما يجب عليك، أولا نحو من؟ نحو خالقك، وثانيا نحو نفسك، وثالثا نحو أسرتك، ورابعا نحو الأمة التي أنت فرد من إيه؟ من أفرادها. فالآية القرآنية تؤكد حقيقة، هذه الحقيقة هي أن البشر حتى ولو كانوا أنبياء يموتون، أما الأثر الصالح لهم، الأثر إيه؟ الصالح لهم فلن يموت، الأثر الصالح لهم فلن يموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إيه؟ من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح إيه؟ يدعو له. أهو مش كده؟ يبقى إذن فيه ذكر حسن، فيه ذكر إيه؟ حسن. يعقب من يموت وهو قد أدى واجبه، ولذلك من دعوات سيدنا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فأجاب الله عز يعني ذكرا حسنا، معنى واجعل لي لسان صدق يعني واجعل لي يا ربي بعد موتي من يذكرني بالكلمة الطيبة. أجاب الله له دعاء، فجميع الأنبياء الذين جاءوا بعد سيدنا إبراهيم كلهم من نسل سيدنا إبراهيم، وقد يزيد عددهم يمكن عن 20 نبي. عدد الأنبياء كام يا أخوان؟ 25. منهم ربما على الأقل 17-18 نبي، كلهم من نسل سيدنا إيه؟ إبراهيم. يبقى فيه ذكر حسن أحسن من هذا الذكر. وعلى رأس هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ينتهي نسبه إلى مين؟ إلى سيدنا إسماعيل، وسيدنا إسماعيل ابن سيدنا مين؟ ابن سيدنا إبراهيم. ولذلك الرسول قال: أنا ابن الذبيحين، الذبيح الأول اللي هو مين؟ سيدنا إسماعيل، والذبيح الثاني اللي هو أبوه عبد الله. فالآية الكريمة تقرر حقيقة، هذه الحقيقة هي أن البشر جميعا بما فيهم الأنبياء يموتون، ولكن رسالتهم لا تموت، ولكن رسالتهم لا تموت. لأن هل بعد الرسول ما مات
هل محي الإسلام؟ لا، بقي الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفارق الدنيا إلا بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، ولم يترك بابا من أبواب الخير إلا وإيه؟ بينه لنا، ولم يترك بابا من أبواب الشر إلا وقفله في إيه؟ في وجوهنا. فالآية الكريمة تقرر حقائق وتريد أن تثبت الإيمان في القلوب، تريد أن تثبت الإيمان في القلوب، وأن تقول لمن أصيبوا بالهلع وأصيبوا بالاضطراب وأصيبوا بالوهن وأصيبوا بالضعف في غزوة أحد عندما أشيع بأن الرسول قد مات، تقول لهم لا لا، الرسول هو أفضل الخلق على الإطلاق، لكم أن تتأثروا بموته، ولكن يجب أن تظلوا على إيه؟ على إيمانكم وعلى ثباتكم وعلى دفاعكم عن إيه؟ عن الحق. وهذا ما فعله سيدنا أبو بكر الصديق. الرجال يا أخوانا معادن، الرجال معادن، هناك من تأتي الحوادث الجسام ففي أمامه ثابت لا يتزلزل، وهناك من يضطرب ويهتز. عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام نقرأ في الصحف نجد من صحابة من اضطرب، ومن سيدنا كما نقرأ في السيرة يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات سأضربه بسيفي من شدة التأثر، وغيره وكذا. سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر لم يكن في تلك الساعة موجود، كان خارج المدينة، وبلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي، جاء مسرعا، جاء ووجد الناس في فزع. لكن انظر إلى الرجال، سيدنا أبو بكر في ذلك الوقت يحمل من الهموم ما تعجز عنه الجبال، لكن لابد أن يملك أعصابه في حالة الأزمات. دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وكشف عن وجهه الشريف وقبله وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج إلى الناس والناس في هرج ومرج، وسيدنا عمر يعني سيفه هكذا، وقال مهلا يا عمر مهلا اصمت، ثم وقف وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا هذه الآية الكريمة إنك ميت وإنهم ميتون. وإذا بسيدنا عمر يقول والله لكأني لم أسمع هذه الآية إلا في هذه اللحظة، من شدة الذهول، من شدة الذهول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو النور، هو الرحمة، هو الذي أخرجهم بإذن ربه من الظلمات إلى النور. فهذه الآية الكريمة تريد أن تزيد المؤمنين ثباتا على ثباتهم، لا سيما في غزوة إيه؟ أحد، التي ظهر فيها قوي الإيمان من ضعيف الإيمان.